القناه ديالي قناه امريم. اليوم ان شاء الله تحضروا معايا واحد العجينه اللي يمكن لينا نديروا منها بزاف ديال الحوايج. هانتوما غتشوفوا معايا عجينه وحده غادي نديروا منها الهامبرغر وغنديروا منها البطبوط صغيور، ممكن نديروا منها بزاف ديال الحوايج. هانتوما غتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو. عندي هنا في المكونات معلقه كبيره عامره مزيان ديال الخميره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، الملحه، ربع كاس ديال الزيت، الياغورت اولا والحليب، ممكنكم تعوضوا حتى بالحليب مجفف. وعندي المدافي، واللي بغى يعجن بالحليب كان عنده الحليب بالزيت يمكن ليه يعجن بالحليب يدفيه ويعجن به. وعندي هنا الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، وهنا جوج معالق كبار ديال الخل. ضروري الخل هو اللي كيعطي هذيك العجينه كتكون قطنيه وخفيفه. عندي هنا مكونات بسيطه كما شفتوا معايا. دابا غادي الدقيق بطبيعه الحال، انا ما حبيتش دقيق لان من بعد غادي نحطوه حتى كنخلط هاد المكونات. كنجيب زلافه فاش غادي نخدم كندير فيها هاد المكونات كلها مع بعضياتها. كندير الزيت وكندير واحد معلقه كبيره عامره مزيان ديال الياغورت. انا عندي توفر الياغورت، ممكن لكم ديروا الحليب كما قلت لكم، يعني ما غاديش توقفوا على هذاك الشيء اللي دايره انا. صافي، والخل والزبده. هنا الزبده غادي نديروها ما يعني ماشي مشكل واخا تخرجوا من الثلاجه مباشره، لان حنا غنديري المدافي والمدافي غادي يعاون هاد الزبده هادي باش تذوب. صافي، غندير شويه الماء في الاول باش كنخلط هاد المكونات وكتذوب الزبده مزيان. كنبقى نخلط، هنا بعد ما خلطت المكونات غنبقى نزيد الطحين شويه بشويه حتى كتجمع العجينه، والعجينه خاصها تكون خفيفه ما تكونش قاصحه بزاف باش كيجيو هاد المملحات خفاف وهشاش. صافي، غنبقى نجمع في الاول هكا بالمعلقه باش حتى كتجمع ليا هكا شويه العجينه، عاد باش غادي ندير يديا وهي ما كتسدلكش غير كتجمع. نبقى نزيد شويه بشويه، نتوما عليكم ميزانكم الطحين ما عندوش واحد العبار محدد. نبقاو نجمعو غير الاطراف ديال الاصابع، من الاحسن غادي نديرها باش ما يكون اتساع، نديرها هنا. غير كتجمع صافي كنحبسو، ما كنبقاو نزيدو لا ما لا طحين. كما شفتو خفيفه ما تقصحوهاش بزاف، تحسوها بحال كتلصق لكم في يديكم، خليوها بهذا الشكل هذا حيت حنا مازال غادي نرشو شويه الطحين اللي غنبداو نخدمو. صافي، غادي نخلي هذا باقي تخمر دي وحده وغادي نخرج منها بزاف ديال الاصناف. انا بعد ما خرجت منها الهواء كما كتشوف رطبه بزاف لانها ما قصحتهاش يعني بالدقيق، خليتها خفيفه شويه، ضروري كتخليوها خفيفه. دابا غنقسمها، هنا قسمتها على ربعة الاجزاء، كل جزء غادي ندير به حاجه، غادي ندير جزء غندير منه البيتزا، وجزء غندير منه بانيني صغير كيجي غزال بزاف، وغادي ندير البطبوط هكذاك الصغيور اللي كنعمرو، وهامبرغر هذاك الصغيور اللي كيجي انيق وكنديروه بزاف، نديروه في اعياد ميلاد، نديروه في يعني كيجي غزال بزاف. هانتوما غتشوفوا معايا من جميع المراحل. دابا غنبداو ناخذ جزء واحد عجينه وحده ونخلي الاخرين غادي نغطيهم، ضروري تغطيو باش العجينه ما تنشفش. انا غادي ندير هامبرغر صغيور وكيجي الشكل ديالو زوين يعني كيجي في الحطه غزال بزاف. وهنا واخا يبان لكم الحجم ديالو صغير راه كيتضاعف حيت فيه الخميره، كيزيد الحجم ديالو على هكا ما كيبقاش هكا صغيور. وبغيتو ديروه يعني حجم كبير يمكن لكم ديروه، غير هي دائما الحاجه الصغيره كتكون في الحطه زوينه بزاف. صافي، غادي نديرو دابا في واحد الصينيه دهنتها بالزيت، نحاول نخلي الشكل ديالو دائري.
صافي غادي نخليه كيخمر، غادي نخليه حتى كيضاعف الحجم ديالو. هو ضروري تبعدو كل حبه وتبعدوها على الاخر باش ما كيلصقش مع بعضياتو وكيتغير الشكل ديالو دائما بعدو حيت فيه الخميره. دابا غادي نخليه وغادي ندوز للكره الثانيه نوريكم الشكل الثاني. هذا الجزء هذا غادي ندير منه البطبوط صغير، غادي ندير غير شويه شويه، غنسرح شويه بشويه، غنسرح شويه بشويه باش تجيني ساهله. سرح شويه ديال الطحين ضروري، كما شفتوا العجينه راها مرتاحه يعني ما غاديش تلقاو معها صعوبه الا خليتوها تترتاح. نسرح هكا شويه نعاون بالمدلك، وكتجي مقطعه دايره غير هي، ما ترقوش نهائيا، ما ترقوش، خليوه هكا شويه غليظ باش كيجي هذاك البطبوط هكا مفشفش وزوين، ماشي كاير ملاصق مع بعضياته. صافي كتجيو القطعه على حسب ما بغيتو، بغيتو صغير بزاف بغيتو متوسط، انا غنديرو متوسط. وغادي نديرها في اللاطه اللي دايره تحتها واحد الزيت هكا باش غنخليها تخمر. وهاد العجينه هذه غادي ما غاديش نخدم بها هاد الساعه لان عطات تكون قصاحت، غادي نكورها وغنخليها ترقى بما كملت هذوك الجزء اللي باقي عندي هذا. صافي كنقادها بهذه الطريقه هذه وكنحط في اللاطه باش كتخمر حتى كيخمر مزيان، واحد على حسب الجو، واحد نص ساعه ساعه على حسب الجو. صافي من بعد نطيبهم. دابا غندوز هذا الجزء الثالث، غادي ندير منه هذاك الساندويتش الصغير او لا بانيني صغير، كيجي فن واعر بزاف. غادي ناخذ هكا كويرات صغيورين نقطعهم صغيورين بحال اللي درنا في الهامبرغر، هذا غنوريكم حتى نكمل هذا من بعد. ندير على شكل كره نكورهم. صافي غادي نسرحهم بالطحين، ضروري نعاونو بالطحين، داكشي علاش قلت لكم خليو العجينه خفيفه باش فيما هاد شويه ديال الطحين حتى هو كيزيد، الا درتوها قاصحه وزدتو الطحين عاوتاني راه كتولي قاصحه بزاف. صافي غادي نسرح بالمدلك، راه درتو صغير واخا يبان لكم هنا راه كيبان شويه كبير في الفيديو ولكن راه صغير بزاف. غادي نحاول انني نبسطها مزيان حتى كترقاق، خاصكم ترقوها العجينه. صافي وغادي نبقى نطويها، راني سبق ودايره واحد الفيديو ديال بانيني صغير، كنتمنى تشوفوه وتجربوه، راه كيجي غزال بزاف، فيديو خاص بهذاك هذاك بانيني صغير. صافي وكنقلوي وكنسد في الاخر، كنسد الجوانب نسد الفوق بهذا الشكل هذا. صافي وكنحاول نورك بهكا القناه باش كيتسدو مزيان. نعاود معكم الطريقه بالزربه. بعد ما سرحتها، سرحت هاد الكره هادي، غادي نقلوي بهذا الشكل هذا، نبقى نبرم بهذا الشكل. وغادي نجيب هاد الطرف التحتاني وغادي نحاول نقادو، نزيرو بايد بصباعي مزيان باش ما يدخل الفران ما يتحلوش. وغادي نسد، وجي الجوانب ضروري حتى هما يتسدو. وهاد السده هادي ديما ديروها لتحت، ديما ديروها في اللاطه ديروها لتحت. صافي غادي بهذا الشكل هذا حتى كتسالي الكميه اللي عندي. انا هنا درت البطبوط فوق البوطه، درت في مقله الغليظه حتى كياخذ اللون، وفي نفس الوقت درت البيتزا في الفران. هنا خديت البيضه ودرت معها قهوه سريعه الذوبان، وغندير واحد شويه ديال الخل باش كنحيد ديك الصوره ديال البيض. صافي هنا بعد ما خلطت مزيان غادي ندهن الهامبرغر، كما شفتوا الحجم ديالو شحال زاد، غادي ندهن غير بشويه باش كنخلي ديك الخميره كنحافظ عليها والشيتا تكون رطبه باش يبقى هكا منفوخ ومحافظ على الشكل ديالو. صافي غادي ندهنو كامل وندهن الجوانب مزيان، راه شفتوا راه بعدتو، مع ذلك هادو تلاصقوا مع الخميره كيتلاصقوا بعضياتهم. صافي غادي ندهن مزيان الجوانب،
هنا البيتزات درتهم متوسطين وشي وحدين درتهم صغار، وغادي نثقبهم هكا مزيان بالفرشيط مزيان، لان هاد العجينه فيها الخميره. غادي نثقبهم مزيان باش ما كيتنفخوش في الفران صافي. ودابا غادي ندخلهم الفران باش كياخذوا داك نص الطيبه، وغادي نطفي عليهم ونديرهم في الفريكو. انا نوريكم الشكل بعد ما نخرجهم. وهنايا راني درت هاد الساندويشات هادو، هما كما شفتوا راهم تيخمروا، درتهم هكا ضعف الحجم ديالهم. وهنا البطبوط راه هو راه خمر تقريبا، يعني كلشي كنديروا في تقريبا في فوقت واحد، وكيخمروا يعني فوقت واحد. وكذلك الهامبرغر ضعف الحجم ديالو كما شفتوا في الاول، درتو صغير بزاف، راه هو ضعف الحجم ديالو. يعني دابا كلشي تقريبا خمر في نفس الوقت. دابا غادي نشعلق على البيتزا تاخذ نص طيبه، وغندخل هاد المكونات هادو دهنه خفيفه وندهن الجوانب باش ما يبقاوش بيضين. راه ما كياخذش الوقت نهائيا سوى في الخميره باش يخمروا، وما فيهمش مجهود، لان عجينه وحده كديروا منها بزاف ديال الحوايج. وفي طاوه وحده، الا كانت عندكم طاوه كبيره، راه طاوه وحده غديروا فيها الهامبرغر وغديروا فيها هاد الساندويشات هادو. بحال اللي درت انا هنايا، شاط لي واحد البلايصه درت فيها الهامبرغر، كندخلهم جوج من الفران. وهذا تيكون الشكل النهائي ديال المعجنات اللي درنا بعجينه وحده. متخيلوش شحال كيجيو غزالين بزاف هاد ربعات الاصناف اللي درنا، وفي نفس الوقت كيوفروا لنا المجهود والوقت، خصوصا الناس اللي خدامين. وهاد المعجنات اللي درنا كلهم يمكن لهم نديروهم في المجمد، كيبقاو زوينين، وقت ما احتاجيتوهم كتجبدوهم وراه كيبقاو كيف ما هما. وخصوصا الناس اللي خدامين راه غادي تنفعكم هاد الطريقه وهاد الوصفه بزاف بزاف. كنتمنىكم تجربوهم وتخلوا لي التعليق ديالكم في كومونتير، وما تنساوش دعموني بلايك وابوني باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش دائما تفعيل الجرس، وشجعوني شجعوني كتر كتر، باش حتى انا كنعطي وصفات اللي هما ساهلين وفي نفس الوقت اهم حاجه ناجحين بزاف. شكرا لكم بزاف وبصحه.